عقب فوز النادي الاهلي على سبورتنج بنتيجه 3-0 في نصف نهائي كاس مصر. ودلوقتي طبعا معانا واحده من نجمات فريق النادي الاهلي كابتن سارة امين. طبعا ببارك لك في البدايه، الف مليون مبروك. النهارده يمكن كان ماتش مش سهل عليكم، كنتوا عاملين له حساب ومحضرين له كويس جدا، بس الحقيقه ان 3 اشواط الحقيقه ان انتوا قدرتوا تتغلبوا على نادي سبورتنج رغم ان هو فريق كبير. الحمد لله، ميرسي، الله يبارك فيكي. احنا اول حاجه وماتشات الكاس بتبقى مختلفه شويه عن ماتشات الدوري، بنجهز لها بطريقه مختلفه شويه، بنخش الماتش مركزين جامد قوي، بنحضر له قبلها بكتير. الدوري ممكن نعوض، لا الكاس لو خسرنا ماتش او كده بنطلع بره خالص. كان ماتش صعب ويعني اللي هو برده توتر قوي والنور يقطع ونرجع تاني وكده، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع ونكسب. كابتن ساره، عايزه اوصل لك طبعا يعني الاشادات بيكي من استوديو كابتن هيثم، بيشكرك على الاداء وبيقول ان انت اديتي الحقيقه النهارده يعني اداء اكثر من رائع. تحب تقولهم ايه؟ شكرا جدا لكل الناس اللي في الاستوديو التحليلي، شكرا جدا كابتن نجله وكابتن ساره طلعت وكابتن هيثم، ميرسي جدا على تشجيعكم. والحمد لله يعني احنا بقينا يعني كسبنا الحمد لله، والدنيا الحمد لله. الحمد لله. فكرة الاستعداد طبعا لنهائي كاس مصر يمكن بيكون في استعدادات خاصة، خاصة ان النهاردة زي ما قلنا او كابتن حمدي كان بيقول كمان انه خلاص ما فيش وقت، يمكن الاستعدادات بتبقى يعني مهمة جدا وفي فترة قصيرة. عايزين نعرف منك اكتر. احنا خلاص كان قايلين لنا الماتشات هتتأجل، بس لا الحمد لله دلوقتي بتتلعب. خلاص فاضل لنا يومين تقريبا ونلعب يا السيد يا الزمالك، هما بيلعبوا دلوقتي ماتش، هنلعب اللي هيكسب ان شاء الله. فاضل خلاص 3 ايام تقريبا والسيزون يخلص، عايزين ان شاء الله ان احنا نرفع راس الجمهور كله والنادي كله ان شاء الله، ونبقى ان شاء الله عند حسن ظن كل الناس والاداره والكباتن ان شاء الله. كابتن ساره، اخيرا يمكن كان في النهارده ظروف، يمكن اصابات، يمكن كمان ارض الملعب، كمان اتكلمنا على انقطاع الكهربائي، عايزين نعرف منك اكتر الظروف دي ازاي اثرت عليك. احنا اول حاجه اصلا في ظروف ان في ناس معانا عناصر اساسيه من الفرقه في البيتش فولي عندهم بطوله، واحنا ناقصين كمان، بس الحمد لله قدرنا ان احنا في عناصر برده كويسه قوي برده في الفرقه عندنا، قدرنا ان احنا رغم كل ده ان احنا نتغلب على كل ده ونثبت نفسنا في الملعب ونشجع نفسنا اكتر. وكان الحمد لله الحماس النهارده في الملعب قوي جدا عشان ماتش زي ما قلت لحضرتك ان هو كاس وكده، فماتش لازم ندي الماتش كل اهتمامنا يعني ونبقى مركزين قوي. شكرا جدا، ببارك لك طبعا يا كابتن ساره مره ثانيه، وان شاء الله يعني تحققوا الكاس. ده طبعا كان لقائنا المهم مع واحده من نجمات الفريق زي ما انت قلت يا كابتن هيثم. الحقيقه ان هي قدمت مباراه رائعه يعني، والحقيقه ان هي ساهمت في فوز النادي الاهلي 3-0 على نادي سبورتنج، وان شاء الله يعني زي ما احنا سمعنا ان هم هدفهم كله في خلال الفتره المقبله هو الحصول على